مشاهدينا الكرام، سلام من الله عليكم ورحمة منه وبركاته. من تلفزيون جيبوتي وحيكم وقدموا لحضراتكم نشرة الأخبار، ونبدأها بأبرز العناوين. رئيس الوزراء يتفقد موقع إنعاش الإضافي في مستشفى بوفار. تجاوز عدد وفيات كورونا في برازيل 50,000 حالة. من مقدمة النشر إلى تفاصيلها، بسم الله الرحمن الرحيم. قام رئيس الوزراء السيد عبد القادر كامل محمد صباح اليوم بزيارة تفقدية إلى موقع إنعاش الإضافي في مستشفى بوفوار، الذي يتوفر فيه من 30 سريرا، وذلك برفقة وزير الصحة السيد محمد ورسما ديري. ويقوم هذا المستشفى، أي مستشفى بوفوار، باستقبال المرضى المصابين بكوفيد 19. سيقوم هذا الموقع الإضافي الجديد لإنعاش بتعزيز الخدمات التي يقدمها القسم الإنعاشي في مستشفيات البلاد. هذا ورحب دولة رئيس الوزراء لدى وصول إلى موقع العفلي من قبل وزير الصحة السيد محمد ديري ورسمي ومنتسب وزارة الصحة. الجدير بالذكر أن مستشفيات بلدنا تتمتع بأجهزة متطورة لاستضافة المرضى المصابين بفيروس كورونا المستجد. هذا وتفقد دولة رئيس الوزراء السيد عبد القادر كامل محمد في مرافق هذا الإنعاش الإضافي، هذا الموقع الإنعاش الإضافي في مستشفى بوفوار. ورحب دولة رئيس الوزراء السيد عبد القادر كامل محمد بهذه المبادرة التي تأتي تلبية لمتطلبات اللجنة المخصصة لمكافحة كوفيد 19 على مستوى البلاد. عقد وزير الصحة السيد محمد ورسما الديري اجتماعا هاما مع لجنة الأزمات حول استراتيجية استجابة لكوفيد 19. وشهد الاجتماع الحضور الأمين العام للوزارة دكتور صالح بونويتا تراب وكبار المسؤولين في دائرة الصحة، وذلك لتقييم الوضع الحالي لفيروس المستجد. وتم خلال هذا اللقاء استعراض جميع الإجراءات المنفذة في مجال الرعاية والوقاية من كوفيد 19. وعبر وزير الصحة عن ارتياحه للنتائج الإيجابية التي تمخذت عن استراتيجية الاستباقية ضد كوفيد 19، والتي سبق وأن انتهجتها الحكومة بقيادة رئيس الجمهورية السيد إسماعيل عمر جيلي. معالي وزير الصحة السيد محمد ديري ورسمي أشار إلى أن الحكومة وبقيادة رئيس الجمهورية لم تدخر جهدا في شتى المجالات لمواجهة انتشار وباء كوفيد. لقد مضى شهران ونصف تقريبا منذ تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا في جيبوتي، ويأتي اجتماعنا اليوم لتسليط الضوء على الوضع الوبائي وتفكير توجيهات الاستراتيجية بما في ذلك خطة التشخيص والرعاية المصابين. إن من الأهمية بمكان التذكير بزيادة الأعداد المستفيدين من الاختبارات، والتي تصل إلى نحو 10% من سكان المدينة جيبوتي، أي ما يعادل 45,000 شخص. من الحكومة الجيبوتية وبقيادة رئيس الجمهورية سيدي إسماعيل عمر جيلي بذلت خلال الشهر الماضي جهودا حثيثا سواء في الخطة الإنسانية والمالية أو معدات للضمان خطة جيبوتي لحد من انتشار كوفيد 19 بفعالية. إن هدفنا الأساسي هو التقليص بمعدلات انتشار الوباء في أوساط السكان، وذلك من خلال اختبارات والرعاية الصحية المقدمة لمرضى. وبالفعل فقد تم تهنئة الحكومة من المجتمع الدولي نظرا لإسراعها في مواجهة فيروس كورونا، ونحن سنمضى قدما في تنفيذ استراتيجيتنا لحد من الوباء من البلد. في إطار البيان اليومي الذي يصدر من وزارة الصحة،
حول وضع الراهن بكوفيد 19 أعلن أمين العام وزارة الصحة الدكتور صلاح بولويتا تورابا عن تسجيل 17 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد بينما تعافى 93 حالة من الفيروس، وقال تم تشخيص اليوم الاثنين 22 من يونيو الجاري 279 حالة. أسفرت نتائج فحصهم عن تسجيل 17 إصابة من الفيروس إيجابية كلهم عبر اختلاط بمصابين آخرين، بينما تماثل الشفاء اليوم 93 حالة من الفيروس وثلاث حالات وفاة. ولفت أمين العام وزارة الصحة النظر إلى إجراء 44,883 اختبارا يبلغ إجمالي عدد المصابين في جيبوتي بكوفيد 19 4599 شخصا، بينما تماثل 3952 منهم للشفاء إضافة إلى 48 حالة وفاة. وفي الختام للبيان، حث الدكتور بانويتا المواطنين على التقيد بالإجراءات الوقائية ضد الوباء ولا سيما غسل اليدين بالصابون بشكل منتظم واستعارة وعدس بإبادة الكوع أو استخدام المنديل ورميه في الغمامة، بالإضافة إلى التزام بالتباعد الاجتماعي والتعقيم أصدح الترامس. استقبل رئيس الجمعية الوطنية سيد محمد علي حمد في زيارة وداع سفير جمهورية الصومال الفيدرالية دكتور محمد علي النور حاج، وذلك عقب انقضاء فترة عمله في جيبوتي. وعبر الدبلوماسية الصومالية عن تقديره للتعاون والصداقة والتقارب السائد بين البلدين، والذي اتسم بزيارات متبادلة بين الوفود البرلمانية للبلدين بدور أثنى معالي رئيس الجمعية الوطنية الجهود التي قام بها السفير الصومالي للنهوض بالعلاقات الأخوية والتعاون المشترك بين البلدين. واعتبر رئيس الجمعية أيضا من الضروري استمرار التعاون الثنائي لصالح السلام والتفاهم بين البلدين. تراس حاكم المنطقة علي السبيح يوم الجمعة الماضي اجتماع تشاوري حول تهدئة الاستقرار بمدينة علي السبيح، وركزت أشغال الاجتماع حول البحث عن أسباب لعملية زعزعة الأمن العام التي شهدتها محافظة علي السبيح في 5 من شهر يونيو الجاري. يذكر أن هذا الاجتماع يأتي عقب مظاهرات غير قانونية التي شهدتها المنطقة علي السبيح، والتي أدت إلى اندلاع عملية نهب وكسر بعض المباني العامة للإدارة المحلية وتخريب المقر بنك بي سي إي. وجرى هذا اللقاء بحضور وزير الصحة سيد محمد ورسمي ديرية والنائب رئيس الجمعية الوطنية سيد علمي أوبسي وعيس، إلى جانب المنتخبين المحليين للمنطقة والنساء الناشطات لدى المجتمع المدني وعدد كبير من الأهالي القادمين في هذه المنطقة. وطلب المسؤولون المجتمعون على حفاظ أمن البلاد وسلامة المواطنين. وفي سياق متصل وعقب الأحداث التي شهدتها المدينة علي السبيح في 5 من يوليو الجاري، توجه وفد من اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بقيادة رئيسها السيد، ويتكون هذا الوفد من رئيس اللجنة السيد سليمان عمر عدن والمفوض السيد محمد فرح وأمين العام اللجنة السيد جبريل عثمان. هذا والتقى الوفد في مستهل زيارته حاكم المنطقة والنائب رئيس المجلس الإقليمي وعقال وعيان والنساء ومسؤولين من الشرطة والدرك الوطني في المنطقة والمدير العام المستشفى الإقليمي. وأخيرا قام الوفد بزيارة كل من فرع بنك التجارة وصناعة بي سي ومكتب القاضي لمتابعة الأضرار المادية الناجمة عن هذه الأحداث. والآن نقدم لكم تقريرا حول القطاع المصرفي في جيبوتي والتطور الذي شهده في السنوات الأخيرة، ونستمع من زميل محمد عبدو. في 20 من شهر مارس عام 1949 أنشأت الحكومة الفرنسية عملة محلية لتعزيز التنمية الاقتصادية في إقليم الساحل الصومالي الفرنسي، وهكذا ولد الفرنك الجيبوتي، ومن ثم تم تحديد قيمتها مقابل 1 دولار أمريكي ما يعادل 392.214 فرنك جيبوتي. وفي عامي 1971 و1973 أعيد تقييم الفرنك مقابل الدولار
الملكي أولا بسعر 197.466 مقابل الدولار، ثم 177.721 فرنك، وهو معدل تم الحفاظ عليه منذ ذلك الحين. وعلى هذا الأساس تعمل البنوك المحلية والتي ظلت بنكين اثنين فقط حتى عام 2006. ونظر الاعتماد اقتصادها على الخدمات بأكثر من 70%، أطلقت جمهورية جيبوتي برنامج إصلاح الأهداف لجذب الاستثمارات الأجنبية، وقد أدى ذلك إلى جذب رأس المال ولا سيما مع إنشاء مصارف جديدة في جيبوتي. وفي الأخير ارتفعت نسبة البنوك من 7% في عام 2007 إلى ما يقرب من 30% اليوم، وما بين عامي 2006 و2014 فقط تضاعف إجمالي حجم القروض المصرفية 3 مرات ليصل 116 مليار فرنك. يقول محافظ البنك المركزي: منذ افتتاحها في جيبوتي واكب البنك المركزي بجيبوتي المؤسسات المصرفية من خلال تلبية احتياجاتها، وذلك منذ العام 2006، وقد أدت تلك البنوك إلى نمو اقتصادي ملحوظ منذ الأعوام الأول. وهنا يجدر بالذكر الإشارة إلى أن جيبوتي لم تعرف التمويل الإسلامي إلا عقب ظهور مؤسسات مصرفية تلتزم باتباع الأساليب الاستثمارية التي تسير عليها المصارف من قبيل المرابحة والمشاركة بأنواعها. وفي فترة وجيزة تحول بلادنا إلى نموذج يحتذى به فيما يتعلق بالتمويل الإسلامي على مستوى المنطقة. البنوك التقليدية ظلت تحتكر الخدمات المصرفية منذ فترة طويلة وحتى قبل الاستقلال بوقت طويل، بيد أن القطاع المصرفي شهد نقلة نوعية في العام 2006 مع دمج التمويل الإسلامي وإنشاء لجنة شرعية وطنية CNC. ومن ثم فإن الأمر يتعلق بإرضاء العملاء المتلهفين للحصول على الخدمات تتوافق مع الشرعية الإسلامية، ولكن أيضا للتنويع والمساهمة في طموحات جيبوتي لتصبح مركزا إقليميا في المجالين التجاري والمالي. ولتعزيز وتطوير التمويل الإسلامي في القارة الإفريقية، نظمت جمهورية جيبوتي عدة مؤتمرات في هذا الصدد، وشكلت فرصة المئات من الخبراء الدوليين وغيرهم من المهنيين لمناقشة الفرص المتاحة الإفريقية لتطوير التمويل الإسلامي. محافظ البنك المركزي يقول: في حال زاد عدد البنوك العاملة في الساحة الوطنية، فإن من شأن ذلك أن ينعكس إيجابيا على المجالات الأخرى بالنظر إلى النمو الاقتصادي. وفي هذا الصدد فإننا نذكر أن الأرقام عكست في 10 سنوات الأخيرة، ذلك سواء فيما يتعلق بهذا النمو الاقتصادي، وانطلاقا من ذلك فإن التطور الذي حصل في عام 2006 في مجال المصرفي تترقب عليه أعمال معمقة. فكما تعلمون جيبوتي دولة فتية فيما يتصل بالقطاع المصرفي، وإن البنك المركزي يتطلع بأدوار مهمة من أبرزها تحقيق استقرار الأسعار وضمان سلامة الجهاز المصرفي، بالإضافة إلى صيانة وتنفيذ السياسات النقدية والائتمانية والمصرفية وغير ذلك. من جهة أخرى شهد التمويل الإسلامي نموا استثنائيا في غضون السنوات الأخيرة، وفي هذا الصدد فإن التزام جمهورية جيبوتي بالتنمية التمويل الإسلامي على المستوى الوطني وعبر القارة يتم الاعتراف به من قبل الداني والقاصي. وفي هذا السياق تم منح رئيس الجمهورية في أستانا في كازاخستان الجائزة المالية الإسلامية العالمية في عام 2017. ومن ضمن نشرتنا: وفي إطار تمكين المرأة الجيبوتية، نظمت وزارة المرأة والأسرة يوم الأربعاء الماضي في مركز الأنشطة الاجتماعية وتمكين المرأة دورة تدريبية لصالح النسوة العاملات في مجال السيد. وتم خلال هذه الدورة توعوية المشاركات حول كيفية الحفاظ على الأسماك ومعرفة أنواعها المختلفة. وتجد الإشارة إلى أن القطاع السمكي له دور في مكافحة الفقر والبضالة، وستمكن هذه الدورة المتدربات إلى معرفة مستوى سمك الدازج من غيره والأسباب معرفة الثلج والتبريد. أطلقت جمعية هلال الأحمر جيبوتي بتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة يونيسيف في تجرى حملة توعوية حول أهمية احترام التدابير الوقائية والاحتراسية لمكافحة وباء فيروس كورونا في مدينة البيضاء. وتجدر إشارة وتهدف هذه الحملة إلى توعية المواطنين إلى عدم ترك متابعة توصيات وزارة الصحة وتطبيق الإجراءات الاحتراسية مع انخفاض عدد الحالات الإصابة بفيروس كورونا في الأراضي الوطنية. هذا وحث المنظم هذه الحملة المشاركين على ضرورة غسل اليدين بشكل منتظم وارتداء الأغنعة في الأماكن العامة والاحترام التباعد الاجتماعي. ومن المقرر أن تتواصل الحملة التوعوية التي ينفذها
متطوع هلال الأحمر الجيبوتي في مختلف أحياء العاصمة والمناطق الداخلية الخمسة. في دار مكافحة البضائع غير الشرعية ومنع جميع الأشكال الأنشطة غير القانونية، قامت عناصر الدرك الوطني المتمركز في منطقة الدخي بإيقاف سيارة من نوع لاند كروزر تحمل على متنها كمية كبيرة من القات. وكانت هذه السيارة التي تم إيقافها في ناحية الشبل الواقع في منطقة الدخل محملة كمية كبيرة من القات متوجها إلى عاصمة من أجل إدخال القات إلى سوق العاصمة بطريقة غير شرعية. هذا وتم حرق هذه الكمية من القات أمام مسؤولين الذين أكدوا على عزمهم للعمل من أجل إيقاف جميع الأنشطة غير القانونية التي تضر بالاقتصاد البلاد. بالإضافة إلى ذلك، أبلغت القيادة العليا للدرك الوطني السكان بأن رجال الدرك لم يدخر جهدا ليلا ونهارا لمنع هذا النوع من البضائع الغير المهربة وغير الشرعية الذي يضر بشدة باقتصاد البلاد. ودوليا أعلنت البرازيل وهي ثاني أكبر بلد تسجيلا للإصابات بفيروس بعد الولايات المتحدة أن حصيلة الوفيات الناجمة عن وباء كوفيد 19 تجاوز 50,000 من أصل أكثر من مليون إصابة سجلت لغاية اليوم في بلد تجهد فيه سلطات لمكافحة انتشار بفيروس كورونا. وأكدت البرازيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا في 26 من فبراير الماضي، وتجاوزت إصابات فيها عد مليون. وإلى كوريا الشمالية، حيث أعلنت كوريا عن تجهيزها ملايين منشورات دعائية مناهضة لكوريا الجنوبية والآلاف البالونات لإرسالها إلى جارتها الجنوبية في عقاب ثاري رد على منشورات التي يطلقها الناشطون النشطاء المدنيون من كوريا الجنوبية التي حثت جارتها الشمالية على إلقاء الخطة. وهددت كوريا الشمالية بإرسال المنشورات إلى جنوب ردا على إرسال المنشورات المناهضة لها، على الرغم من اتفاق قمة في عام 2018 يعد مثل هذا النشاط وفقا للوكالة أنباء يونهاب في كوريا الجنوبية. بهذا النبأ الدولي تنتهي نشرتنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.